is شوف الركاز، لاحظ السرعة، اي في الضربات تحمل، في تحمل، متعودين في تحمل. الحين شوف ساند فايت، ساند فايت مواشي على بالميدل، اتخاذ المسافة الصحيحة وايد مهم. عندهم قوة تحمل لان عندهم خبرة، متعودين على ركلات الوي وكذا. لاعب محمد حسن وايد معتمد على ايده اكثر من رجله. انا ما شفت منه رفسات الى الان. لاعب شملان، شملان قاعد يستخدم ايده ورجله. حذر، حذر الحين، حذر، حذر. دائما من البدايه بعدين نبتدي عاد يعرف اللاعب شنو يبي. صحيح الاخر. صحيح، اثنيتهم ضرباتهم سريعه، المسافه وايد مهم ان ياخذ المسافه الصحيحه حق الضربات. نعم. يضيق عليه المسافه، تصير ضربه ركبه كانت قويه. طبعا ركبه من الطرفين، من الطرفين مره ضرب عمر حسن، بس كانت ما هي ضربه قويه. اللاعب محمد قاعد يقص المسافه عن اللاعب شملان عميل الضربات، يا اما يبعد يا اما يقرب ويقلل من قوتها. كانت دبل دبل تيك داون حلو من شملان. صار تحت عثمان، يبون ستاند فايت، يبون ستاند فايت. محمد حسن يبي يفوز. نعم صحيح، محمد حسن يعتمد على ضربات ايدين قويه. نعم، بيحاول يوجهها على الوجه، وبيد اثار الضرب على وجه شملان، بس كلاهما. والحين الدقيقه الثانيه، لازم اللاعب محمد ياخذ الزوايا الصحيحه ويقص ضربات اللاعب شملان. نعم، فيخرب على 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 شملان في عمليه الضرب اللي هو الركن الاحمر. عند الفوت وورك يعني يتحرك وايد ويطلع زوايا، تشوف اللاعب يستغل ضربات من الشملان. الكيك في ردة في بوكس او على الوجه، يوتسوكي او شوتسوكي على الوجه. الدقيقة الثالثة على شرفت على النهاية، حذر من الطرفين، حذر من الطرفين. ضربة مايجيري بعيدة، بعيدة وبطيئة، يبي ياخذ تاك داون. مواشي، مواشي ضربة جانبية على الحوض. حسن يتحاشى، يتحاشى انتهت الجولة الأولى، يتحاشى الأرضي. محمد حسن ظاهر يعني انه قاعد يتحاشى انه ينزل في القتال الأرضي، ينزل تحت، يبي يفوز. قاعد يعتمد على ايدينا اكثر. نعم، من الأولى انا ما شفت منه الا ركبة. نعم، ما شفت حتى منه رفسات رجل، سواء مايجيري او راوند هاوس كيك، ضربات الرجل. الغريب ان لاعب شملان عثمان المفروض انه على مسافه امكانيات طوله في الرجول او في اليدين
يكون يتمكن اكثر في عمليه السيطره على الفايت. لكن اللاعب محمد حسن قاعد يعني يحاول يراوغ وياخذ الاصابه الصحيحه ويدافع في الوقت المناسب، يدافع في الوقت المناسب، يدافع في الوقت المناسب. التايم مهم جدا في عمليه الضرب، لازم يختار الانسان التايم الصحيح في الوقت المناسب. الفايت تايمين، بدا الفايت الجوله الثانيه 3 دقائق، كل من نزل في خطه جديده. الحين لازم كل واحد يعني يكون اكيد غير الفكره في القتال. يستخدم يساره لعب حسن، محمد حسن يستخدم يساره ويتحرك، قاعد يعني يحاول يقص يخرب المسافه على اللاعب الشملان، والشملان لحد الان مو عارف مو قادر يحكرها، هذه المفروض الزاويه يحكرها ما خليه يطلع منها. يستغل مسافه ضربه المايجيري والمواشي في الجانبين، هذه واحده منها، هذه المسافه صحيح. بس المفروض ان اللاعب الشملان لما يشوف اللاعب عم يتحرك لازم يحكره في زاويه. نعم صحيح، ما يروح يمين ولا يسار. نعم. يشتغل عليه صحيح. ما يضرب ضربه يوقف. يكمل كومبينيشن، يكمل كومبينيشن. نعم. حذر حذر شديد بالنسبه للاعبين. هذه 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 سبعة اول رفسه من محمد حسن. محمد حسن في مسافه الشملان في المسافه القصيره المفروض يستخدم ركبه اكثر من يستخدم مواشي، يعني فاول لو يستخدم ركبه في المسافه القريبه راح تكون مؤديه، خاصه فرق الطول، فرق الطول فرق ركمات حلوه، باك فيست حلو من نعم من الشملان. شملان حتى تفاديا رده فعل لاعب محمد ما بوش الضربه. حذر حذر شديد من اللاعبين. الحين دقيقه ونص، دقيقه ونص. وقف الحكم اللي يبيهم فايت لانه وايد 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 قاعد يوقفون فايت. شملان الرفسه عباره عن سويب تحت. نعم المفروض انه مع ماجيري. نعم مسافه الماجيري لازم يستخدمها، مسافه الماجيري اصلا، بس لعب محمد قاعد ياخذ مسافه صحيحه انه يسكر عليه اما في الرجوع للخلف او التحرك يمين يسار او انه يقص على المسافه. حاول بسويب ثانيه. نعم نعم دقيقه ثانيه الحين. حذر شديد من اللاعبين. مواشي مواشي ارضيه كيدان. هذه ضربة ثانية جانبية على الساق الريل أو الضفري. أنا أشوف أن شملان قاعد يشتغل أكثر. نعم هاي ضربة كيدان مرة ثانية، أتوقع أنه يخدعه يعطيه الحين واحدة فوق أو وسط، وسط تكون مؤثرة. ها وسط، نعم أعطاه وسط، أعطاه وسط، لأن هذا هو العرف بعد الكيدان. كيدان شوداني طورها، هذه كيدان مرة ثانية يستخدم المفروض يستخدم مسافة المايجيري عنده واضحة. لا خذاها حركة خل، ولكن ما تنفع إذا هو ما كان ماسكه برجله. إيه راح تكون ضعيفة الحين. أتوقع انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهت الجولة الثانية، انتهت الجولة الثانية. اللعب وايد حلو، حلو، في حرارة، فنيات حلوة، في فنيات حلوة، في سرعة، يعني نعم، في بعد القوة، في بعد القوة أكثر من اللعبات اللي فاتت. نعم أنا أتكلم بالنسبة للستاند فايد. نعم أما كان في لعبة سابقة في الأرض كانت حلوة، كانت أجمل. نعم صحيح. إيه. راح ياخذ الحين توجيهات من مدربينهم، اتوقع الحين راح ينزلون في قوه اكثر لان يبنهون فايت، فلازم ينزلون في قوه اكثر، في سرعه اكثر، في تكنيك اكبر. الراحه دقيقه الجوله الثالثه كل واحد يكون نعم اما يكون قرار حكام اما احد من اللاعبين يبتدي الفايت الجوله الثالثه. لا هني قرار نهائي بدت، لازم يكون في قرار اخر جوله، لازم يكون في قرار اما تمكن احد اللاعبين من الفوز. ركز ركز شملان على الضربات السفليه اللي هي الكيدان مايجيري. كان ضربه قويه من لاعب الشملان في الايد اليمين
خلى التوازن لعب حسن محمد حسن لكن ما انهت المباراة. كان ضربة على ال على على الفك. على الفك نعم. حلوة من اللاعب شملان. لأن وصلها نفس ما كنت أتكلم شوي كابتن إنه ضربة كومبينيشن ضربة سفلية في ضربة عكسية في اليمين. ضربة وسط جميلة من شملان. اللاعب حسن حريص يبي فرصة إنه ينزل اللاعب شملان. لكن أشوف شملان متمكن. أشوف شملان متمكن. اللاعب حسن إذا ما تدارك على المواشي مالت شملان ممكن تعور رجله يعني. نعم لأن ما أشوفه يصدها قاعد يستقبلها. نعم تحرك لا تحرك اللعب شملان وضرباته وتحركاته وأداء أفضل أفضل أداء أفضل أداء أفضل أنا أيدك الرأي هذا أداء أفضل وقاعد يلعب أكثر أتوقع ياخذ بوينت أكثر بعد اي وهذه هذه من الضربات اللي قاعد تسبب خلل حق عنده تيك داون اي فهذا يرفع اي فاللاعب محمد اذا ما خذا له نيك اوت او او او, أو خذا له بوينت قوي فاتوقع ان موقفه في الديسيجن حيكون سيء. نعم دقيقتين باقي دقيقه اتوقع اتصور استمرت على شيء راح يفوز اللاعب شملان يكون على اللاعب شملان لاعب الكره الاحمر يعني هاي دقيقه الفصاله. نعم الحين المفروض المفروض انه يصير فيها استتباع وهذا اللي صار صار استتباع لان الدقيقه الاخيره لازم تصير بالحال هذا لان هي الديسيجن الاخير حق الفوز او الخساره. دفاع قوي من شملان على التيك داون. نعم. كان حاول محمد حسن انه ياخذ التيك داون. نعم دفاع انت قوي. انتهت الجوله الثالثه قالوا له الحكام انا ما اعتقد انها انتهت. وقف تايم إيه. لان بعد نص دقيقه يبين عندنا انا ما ادري ليش وقف الحكم حتى الحكام برا قاعد قرار الحكام توقف اللعب الحكام وقفوا اللعب عشان يعطوا قرار. فاز اللاعب اتوقع الشملان. قرار الحكام عندهم رؤيه تكون صحيحه 100% لان اخر شيء اللاعب محمد وقف ما قام يشتغل وايد فاتوقع الحكام كان قرارهم صائب. اللاعب اعتقد هو لاعب شملان عثمان بالركن الاحمر. يعطيكم العافيه اداء قوي من الاثنين ما تسوى واحد زعلكم. الفائز بقرار القضاء لاعب الرجل الاحمر.